شو كل هالهدوء هاد؟ ما حدا بالبيت؟ لا، كل واحد راح على مكان. مو انتي ما طلعتي؟ لا، ما اجى على بالي. شو القصة؟ كأنك مو على بعضك. لا، ما في شي. عود لشوف ابني وخلينا نحكي مع بعض. بس اسمع، بتمنى تسمعني من دون ما تعصب، ماشي؟ أسينا ساوت شي كمان؟ ايه، الخانم من كم يوم وقفت قدامي وقالت لي بوقاحة إذا بدكن إنه أترككن وأطلق من ابنك إحسان، وكمان ما تنفضح أسرار العيلة وما حدا يعرف عنكن شي وما ننفضح قدام الناس. ايه، بعطيها فندق نيو بلاس وهي بتطلع من حياتنا من دون أي مشاكل. منيح؟ ما عم صدق هالمرأة أبدا، هي راح تخليني جن. كل الحق علي، أنا آسف يا أمي. طول بالك، اهدى ولا تعصب، لسه ما خلصت كلامي. بالأول اسمع شو يلي بدي أقلك يا. لسه في حكي؟ في؟ يلا اقعد هون لشوف. وهلأ يلي لازم تساوي يا ابني لهي المرة هو إنك تجهز أوراق الطلاق وتخليها توقع عليها، وهيك منضمن إنه ما تساوي لنا شي سيء بعدين، ماشي؟ معك حق باللي عم تقوله سليم. أنا برأيي كمان مسهل تتعامل مع هالموضوع لحالك. والله ما بعرف إذا أخذت القرار الصحيح ولا لا، لأنه بالحقيقة كل تفكيري عند سارة رفيقتي. خير، شو صار لك؟ ما بعرف شو إلا مشان تصدق الموضوع. يعني هي إجت عن نادي ليلة مبارح وشافتني بأسوأ حالاتي، وبالرغم من كل هالشي هي إجت لعندي الصبح لتشوفني. طيب وإنت شو ساويت؟ إيديل، أنا ما بدي جيبها على حياتي من دون ما أتعافى وصير منيح. ما بدي ساوي أي شيء يزعجها وبعدين تكرهني وتروح. أنت معك حق يا سليم، بس بكل الأحوال أفضل شيء ساويته هلأ أنك أخذت قرار بأنك تتعافى. طيب أنا صرت بالبيت هلأ، يلا منحكي وبشوفك بعدين. ماشي حبيبي، بشوفك بعدين، يلا باي. أمي عن جد يلي قلتي ما بيخطر على بال حدا؟ إيه طبعاً، هالسنين عطتني خبرة بهالحياة، بعرف اتعامل مع السيئين والظالمين وبوقفهم عند حدهم. يعني يلي مثل مرتك، قصدي هالخبيثة يلي اسمها أسينة، كتير مر علي من أمثالها. معك حق، بس بتعرف المرحوم أبوك الله يرحم روحه كتار هيك نسوان تسلطوا عليه وحاولوا إنهم يوقعوا بشباكهم، بس الله يرحمه عرفت شلون اتخلص منهم كلياتهم. مرحبا. خير ابني حبيبي، شو صار لك؟ انا منيح ستي، بترجاكي اهدي لا تقلقي. تعرضت لحادث؟ انا منيح. وشو كل هالجروح يلي على وشك؟ احسان يلا قول شو صاير له الولد. امي طولي بالك واهدي شوي، خلينا نسمع شو بده يقول. أنا أجيت لخبرك كل شي بلا ما تسمع من غيري. احكي. رح بلش بالعلاج مرة تانية. علاج؟ شو هالعلاج يا ترى؟ لا تخوفوني يا أولاد، والله رح يوقف قلبي. راح نخبرك كل شي، عادي هون لو سمحتي. عادي، ما في أي شيء خطير. بالحقيقة سليم بعد وفاة المرحومة أمه، إذا بتتذكري صار معه شوية اضطرابات ونوبات عصبية. إيه بتذكر يا ابني. صحيح بالماضي قطع طريق كتير طويل مشان العلاج، بس الأحداث يلي مر فيها بآخر فترة رجعته لنفس الوضع. مزبوط؟ يعني فينا نقول هيك أبي. ابني حبيبي،
الله يوفقك ويحميك. أسينا لا توقفي عندك، تعالي مشان تسمعي منيح. صدقني ما كان قصدي اتسمع على حديثكم، بس تأثرت لما سمعت هالكلام، وإن شاء الله معافى حبيبي سليم. شكراً. لكن كل هالجروح والندوب اللي على جسمك لهالسبب، يا ريت لو كنت بعرف. عن جد أخسى عليك يا أحسان، طول هالسنين ما بتخبرني عن حالة سليم. أنا ما فهمت ليش عم بتخبي علي هيك شيء، هيك أمور ما بيصير إنه تتخبى. أنا عم أحكي مع عيلتي بموضوع كتير مهم يا أسينة. روحي على غرفتك واسمحي لنا نكون لحالنا. أنا ما عم بقدر صدق أبداً قدي شك رجال قاسي وبلا مشاعر. الولد ما عليه أي غلط، الظاهر أنت بحاجة لدكتور. سليم، رح ضل واقف جنبك وادعمك على طول. انت مريت باوقات كتير صعبه، رح نتجاوزها انا متاكد. بدي ارجع على البيت بابا، ما عاد بدي ضل بهداك البيت لحالي. برافو عليك يا ابني البطل، طبعا رح ترجع، هاد بيتك يا روح قلبي وما لازم تتركه. ما عم افهم شو خطر عبالك تعزميهم على العشاء؟ ولا شي، بس لما شفته للولد بالحارة وحالته بتقطع القلب قلت له تعال مشان تتعشى عنا. صحيح سارة، مو عساس بوراك من عيلة غنية شو اللي خلاه يجي ويسكن بحارتنا؟ في شوية مشاكل بينه وبين أهله وقرر يبعد عنهم. مشاكل الشباب ما بتنتهي أبدا. ايه طيب، عزمتي بوراك ليش عزمتي باربار؟ هو كمان كان موجود لما كنت عم احكي مع بوراك فانجبرت اني اعزمه. بلا شو؟ وشو جبرك يا ترى؟ إذا بيطلع بإيدك عندك استعداد تعزمي أهل الحارة كل يوم على العشاء. استغفر الله. إيه؟ شو ساويتي؟ أنتي شفتي سليم؟ شو حكيتوا مع بعض يا بنتي؟ صالحتوا شي؟ لا أمي، ما فيك تقولي إنه تصالحنا، بس فيك تقولي إنه ما عدنا مثل قبل. آخ يا سارة، الظاهر بدك تجلطيني. بلا هالكلام اللي من الشرق ومن الغرب، احكي بوضوح لأفهم شو القصة. سليم عم يقول إنه ما عد بده يشوفني من يوم ورايح. وليش بقى؟ يعني الوضع ما صار بيناتنا مشكلة كبيرة، بس
سليم عم يعاني أحياناً من مشاكل نفسية. كيف يعني؟ إيه، طالما صارت الفرصة واجتمعنا كلياتنا معناتها أنا بدي أحكي معكم بموضوع كتير مهم يا ولاد. إن شاء الله ما يكون صاير شي سيء ستي. لا أبداً مو صاير شي، بس من فترة طويلة في موضوع مهم وكتير شاغل لي بالي، واليوم حكيت مع المحامين وعطيتهم كل التعليمات اللازمة. بخصوص شو؟ قررتي ترفعي دعوة مشان تاخدي تعويض أسينا؟ رح تصير عن قريب بس مو هلأ. اسمعوني، بما أني الحمد لله بصحتي وعافيتي قررت بالآخر أنه أنقل كل أسهم الشركات وأملاكي يلي كانت باسمي لإلكن يا ولادي. إلنا يعني إلي ولنيل؟ إيه بالضبط، لتنيناتكن. والأسهم الأكبر إلك، بدي إياك أنت تستلم الإدارة، يعني كل المسؤولية من بعدي، والقيادة رح تكون بإيدك أنت سليم، ونيل رح تعاونك بإدارة الشركات بس ما عدا شي، وهو باستثناء فندق نيو بلاس. وشو بدك تساوي بالفندق؟ في شركة أجنبية تواصلت معي من فترة بخصوص الفندق يا بنتي، وهن دفعوا لي سعر منيح، على الأغلب بيعونيا. ستي عن جد بدك تستغني عن فندق نيو بلاس؟ وليش ما استغني عنه ابني؟ إذا لزم مشان ساعدة عيلتنا وراحتنا طبعا ببيعه، بالنهاية هو فندق. ايه اليوم التقيتوا مع بعضكم شي؟ بالحقيقة ما التقينا. سليم مرينا لعندك اليوم الصبح، كنت نايم. التقينا بسارة عند باب البيت وهي خبرتنا بهالشي، ونحن ما حبينا انه نزعجه. لكن انتوا التقيتوا بسارة. عن جد سارة كتير بتحبك يا سليم، وهالشي مبين من عيونها، مو هيك أنور؟ ايه بالضبط هيك. رح تبقى الليلة هون مو هيك؟ ايه بابا، بس رح مر على هداك البيت، بدي جيب اللابتوب وكم غرض من هنيك. طيب أنا بروح معك. لا بابا ما في داعي، بدي مر على مكان تاني، لا تقلق إذا تأخرت. ماشي. ساويتي لي الزهورات مثل ما بحبها؟ طبعاً أسينا خانم. أنت بتعرفي لو عندي القوة وبيطلع بإيدي لكنت قلعتك من هون مو هيك؟ كيف قبلتي تتعاوني مع إحسان ضدي؟ مفكرتيني نسيت ورح سامحك؟ طلعي فيني منيح، أول ما أشوف منك أي غلط يكون بعلمك رح قلعك. بس أسينا خانم إحسان بيك كتير ضغط علي، كنت خايفة وما بعرف شو بدي أعمل. قال خايفة؟ خلص اسكتي، أنا ما فيني أتحمل هالكلام الفاضي، يلا نقلعي من هون. استني دقيقة، شو عم يساووا عائلة كوتلساي؟ كلهم عم يحكوا مع بعض. بخصوص شو؟ قال الست بيرين بدها تبيع الفندق لشركة أجنبية، حسب ما فهمت هنن عارضين مبلغ منيح وهي رح تبيعه. أسينا خانم بترجاكي لا تخبريها أني قلت لك، إذا عرفت بهالشي وقتها رح تقلعني من هون. ما عم صدق أبداً، كنت مفكرة أنه هي رح ترفض تعطيني هداك الفندق، طلعت غلطانة. طيب اطلعي. بورك بيك، انت شو عامل؟ قطفت الورود تبع اختك هاجر وجبتون؟ ايه هيك ساويت. وانت سرقت الزريعة يلي موجودة بغرفة الانتظار يلي بالمستوصف. هاد شو عم يقول؟ قال لي شي سيء؟ ولا يهمك، مبين غيران من نبتتنا. ايه بورك
انتقلت على الحارة جديد وبدك تساوي مشاكل؟ ايه تقريبا. ليش؟ شو مالك مبسوط؟ تركك من هالولد المغرور، ما بتعجبه أماكننا، مبين انه مانو مبسوط. شو يا حلو، ليش ما رحت؟ وإذا ما رحت؟ فيني خليك تنقلع من هالحارة وانت عم تضحك، دير بالك. يا ربي درمل لشوف. أنا ساويتي اللي طلبتي مني وصار مثل ما توقعتي تماماً، كثير انبسطت وصاروا عيونها يلمعوا. برافو عليكي. آه وكمان قالت لي إذا سمعت أي شيء خبرها. أنا بحط يلي مفكرين حالهم أذكياء بالمكان يلي الكل فيه أغبياء وبلعب فيهم كلهم. اشتغلتي شغل حلو، برافو عليكي. يا عيب الشوم، شو هالمرة. بارباروس عطيني صحنة. يا عيني اختي نالجون، الله يسلم ايديكي، الصفرة كتير حلوة يا عيني. صحتين وهنا. انا بعرف انه بالعادة ما إلك علاقة بالطبخ، لا تكون امي طبخت كل هالاكلات. لا يا نازلي، انا طبخت، انا بالعادة بطبخ مرة كل سنة، واليوم قررت انه اطبخ مشان هالولاد. على الاغلب بارباروس يلي خبرك بموضوع العشاء. بالضبط هيك، وانت ذكية ما بيتخبى عليكي شي. ما في مشكلة، أهلين وسهلين فيكي، متشرفينا دائماً، البيت بيتك، صحنك يا بنتي. ما رح كذب عليكم يا جماعة، أمي مو من النسوان اللي كتير بيحبوا يفوتوا على المطبخ، فعرفوا قيمة هالشي. تسلم إيديكي. بوراك عطيني صحنك لشوف. أنا ما باكل بيتنجان، لا تواخذيني. شو؟ شبك؟ ولك هاي نعمة عم ترفسها برجليك؟ هالولد المدلل ما بيأكل بيتنجان. بارباروس خلص اتركه، إذا هو ما بيحب يأكل بيتنجان شو بدك فيه؟ أيه. يلا كول وبلا ما تخجل. بترجاكي سامحيني، أنا عن جد ما قصدي شي سيء، بكل حياتي ما أكلت بيتنجان غير مرتين وما حبيته. شو هالحكي بوراك، ولا يهمك أبداً. أبوها لسارة ما كان بيحب يأكل بندورة، بتتذكري سارة؟ لا والله ما بتذكر ابنه. إيه نازلي، شو الأخبار؟ قدمتي طلب مشان الوظيفة ولا لا؟ شو الوظيفة؟ قدمت طلب لأتوظف بهداك المركز. آه. وشو قالوا؟ يعني يا ترى هن رح يوافقوا ولا لا؟ هن رح يوافقوا، أنا متأكدة. أنت متأكدة لهالدرجة؟ بالضبط، زينب قالت لي تركي الموضوع علي. زينب؟ ما غيرة؟ إيه؟ صارت مساعدة مرت أبو لسليم. أسينة؟ إيه بالضبط، أسينة خانم. تعالوا اسمعوا هالحكي الفاضي، قال بدها تتوظف، وليش ما عندي علم بالموضوع؟ ما توقعت الاشتراك بالمركز غالي لهالدرجة. بديش؟ إيه لا، ب3000 ليرة. لا مو 3000 ليرة، 3000 دولار. عن جد الاشتراك فيه كتير غالي. المكان كتير مشهور وكان الاشتراك أكبر من هيك، بس خفضوه. بالله شو؟ طيب شو يلي بتساووا بهداك المكان؟ ها؟ لا تكونوا بتتدربوا على أجهزة من ذهب. قال 3000 دولار. Görmezi gördürürsün de niye gözler doldurursun, çiçekler açtırırsın da yine gönlüm coşturursun. Avucum için öpsen boynumu büktürürsün, yanarımı okşasan elimi küstürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün. Al senin olsun ömrüm, ne zaman öldürürsün.
gülsün. Deli yarım, deli yarım, sol yanıma iki yarım. Aklımın zararı, gönlümün karı, şiirsin yârim. Aklımın zararı, gönlümün karı, şiirsin yârim. حبيبتي أنا رايحة، بدك شي؟ صباح الخير. صباح النور. هلأ كنت عم فكر فيكي، طمنيني شو صار معك؟ استأجرنا ورح نصير جيران. يا كتير فرحتيني، ألف مبروك. أمي تعالي لعندي بسرعة، أنا بدي أعرفك على حدا. ياسمين أمي. مرحبا خالتي نيلقون. أهلين ياسمين، أنا كتير سمعت اسمك وأخيرا تعرفنا. هلأ نحن جيران. آه بالله جد، ألف مبروك، استأجرتوا بحارتنا؟ أيوة، قبل شوي أبي وقع العقد مع صاحب البيت. على خير. أمي أنا تأخرت على الشغل وصار لازم روح، يلا بشوفك بعدين. مع السلامة. بالإذن خالتي نيلقون، مع السلامة بنتي. وإذا لزمكن أي شي خبري أمك وأبوكي وأنا جاهزة لأي شي. رح خبرهم. شكراً إليك. العفو. خاطرك. بصراحة كنت كتير خايفة إنه أبي يساوي شي مشكلة ويبطل يستأجر البيت بآخر لحظة. أنا برأيي أبوكي معه حق إنه يعصب، النقلة معنا شغلة سهلة، راسه بيكون مشوش وما بيعرف شو بده يساوي. براك؟ كيفك؟ منيح. مثل ما بتعرفي البيت قديم، فاشتريت شوية سلاك كهرباء وكم لمبة كمان. طيب أنت ارتحت بهالبيت؟ يعني ماشي الحال. طيب أنا عندي شغل كتير، بشوفكم. شوف، يعطيك العافية. الله يعافيكي. ما عم صدق أبداً، معقولة هالشاب اللي كان كتير غني يصير فقير مثلنا وانتقل على هالحارة الفقيرة؟ ايه والله هيك. ايه طيب شو قصته؟ احكي لي سارة، عندي فضول أعرف. قصة طويلة بعدين بحكي لك، خلينا نقول إنه انجبر على هالشي. أكيد القصة مشاكل عائلية. ايه تقريباً هيك شي. أنا قلت لك إنه هالولد ما نوع بعضه أبداً، تتذكري؟ ما معقولة ما أتذكر؟ أنت مالك قليلة أبداً ياسمين. يعني رح يبلش كل شي من أول وجديد مو هيك؟ أنت شو رأيك أنور؟ أنا بتمنى إنه أموره تكون أفضل من الأول. سليم كتير متحمس للموضوع، راح يبلش بالعلاج مع دكتوره القديم. هالخبر كتير منيح بابا. ايه طبعاً كلياتنا راح نحاول نتصرف بكل حذر وانتباه بالفترة الجاية. هو كان يلعب كرة سلة بوقت من الأوقات وهالرياضة كانت كتير تريحه، يا ترى منشجعه مرة تانية انه يرجع يلعب سلة؟ ايه فكرة. هو مستعد انه يساوي كل شيء، مصمم هالمرة. ما لازم ننسى انه تأثير سارة كبير عليه. بالحقيقة رح يكون منيح إذا منحكي مع سارة، بتوقع أنه الدعم يلي رح تقدمه لسليم ممكن يفيده كتير. ألو نازان؟ لا ماني منيحة، بتوقع عم يصير لي شي وأنا كتير خايفة. إيه رح أجي لعندك على العيادة ساعة وبكون عندك. تمام.
ايه ابني، شو اخبار سارة؟ وهي شو رأيها باللي صار؟ ولا شي ستي، هي بس متفاجأة ومستغربة. ابني بدي اسألك، يا ترى انت جدي مع البنت؟ شو قصدك بهذا السؤال؟ يعني انت عم تفكر لشي بالمستقبل او رح تتقدم لها، يعني بتعتبرها أكثر من حبيبة بالنسبة لك؟ صدقيني ستي حبيبتي، انا ما بعرف ابدا شو يلي ممكن يصير بالمستقبل، الوقت هو بيحدد كل شيء. طيب بصراحة أنا يلي بدي أقوله، يا ترى قلبك أنت عطيته كله لسارة ولا أنت بس عم تضيع وقت؟ جاوبني. أنا ما عم حس بقلبي، بس إذا أنا عطيتك كل قلبي لسارة ولا لا، صدقيني أنا ما بعرف بنوب. إيه شو لكان؟ ستي أنا عم حس كأنه قلبي كتير تقيل هالفترة، صعب علي أحمله، وكتير خايف إنه سارة تتعذب تحت الحمل. مرحبا. أهلين وسهلين. كيفك؟ أنا منيح. لما قلتي لي الموضوع مهم بصراحة قلقت شوي. خير، شو الموضوع؟ الموضوع متعلق بسليم. لما الموضوع يكون متعلق بسليم بظن إنه أنت لازم تعرف. وبعدين سليم كتير أذى حاله من يومين. رجعت له الحالة، منعرف. عن جد بتعرفه؟ ايه هو إجا وخبرنا، كأني بعرف شو صار معه. أوف، هلأ ارتحت. أنا كنت كتير محتارة كيف بدي خبرك بهالشي. انشال هالحمل عن ظهري وخبرني إنك وقفتي جنبه وساعدتي. هالشي قليل، هو كتير غالي بالنسبة لإلي. أنا بعرف، بس من فترة طويلة ما صار هاد الشي مع سليم، كان كتير منيح. صح. لحتى اجت هديك البنت. سارة اكيد انت كمان بتعرف العلاقة يلي بيناتهم، بصراحة ما بينوثق فيها. هي كتير غريبة وهي مو منيحة بالنسبة لسليم، ما عم شوفه مبسوط معه، وكمان عم يقولوا إنه أمها غريبة، عندها تصرفات مو مفهومة. أنا عم حسوا كأنهم عم يحاولوا يخدعوا سليم بشي طريقة ويستغلوه. بنتي برجيك اسمعي، أنتي مثل ما بتعرفي إلك معزة كبير جواتي. وبعرف قديش انتي معجبة بسليم، بس انا بعرف سارة وبعرف امها كتير منيح. برأيي انتي غلطانة بمخاوفك. ايه بس صح، ممكن الناس يكونوا مختلفين، بس هذا الشيء ما بيعني انه نيتهم سيئة. هلأ برجيك انا في عندي اجتماع مهم، وأنا بدي أطلب الإذن منك، خليني روح بلا ما أخذ من وقتك أكتر، بس حبيت أحكي معك بخصوص سليم. يلا بخاطرك، مع السلامة. مرحبا. أهلين. كيفك؟ منيحة. وإنتي إجيتي مشان التحضيرات؟ إيه، والشباب عم ينزلوا الأغراض من السيارات هلأ، ونحن جبنا الأغراض يلي بتخص اليوغا من اليوم بدل ما تصير مشكلة بكرة. حلو، إن شاء الله ما بيصير أي مشكلة. على أساس يعطونا غرفة هن نجهزولنا ياها يا ترى؟ إيه بهاي البطاقة فيك تفوتي القاعة إمتى ما بدك. انتي رائعة، شكراً إلك. يلا خفى بربارة. وهاي شبابنا جابوا الأغراض.
شي هالمكان هاد؟ لسه ما شفت شي. كان قصدك هدول بشبابنا؟ على مهلك. بتعرفي عنا كتير شغل بالمكتب هلأ، ما قدرت جيب العمال اللي هنيك، فاتصلت بنازلي قلت لها تدبر شي حدا موثوق، وهي هنن قدامك هلأ. لعمة، شو أخبارك سارة؟ عن جد المكان حلو وكتير فخم، كأنه 5 نجوم. طمنيني، شلونك جارتنا؟ منيحة، بس ما كنت بعرف أبداً أنكم رح تجوا لهون، ولا لتكون هاي الوظيفة سرية. نازلي دبرت الشغل وقالت الراتب منيح وأنا قلت بشتغل، بس معهم حق يطلبوا كتير مصاري مشان الإنسان يفوت لهون. بس بالعادة صالات الرياضة بتطلع منها ريحة عرق مو حلوة، والرياضيين غليظين، بس هالمكان حلو كأنه محل عسل. مثل ما عم شوف كأنه مجموعة أسينا خانم كبيرة شوي. أسينا؟ سارة حبيبتي زينب، ممكن تخبرينا وين بدنا نحط هالأغراض؟ لأنه رح تصير خناقة بسببك. هيك كان اتفاقنا مع بعض نازلي؟ مو أساس يكون في مسافة بيناتنا؟ اي ماشي، ما عاد عيدة. امشوا وراي لورجيكم وين بدكم تحطوا الأغراض. يلا تعالوا لشوف. امشي تعال. تسمحي لي فوت؟ مبين من وشك إنه صاير شي، تفضل فوت. شو الموضوع؟ سليم خايف إنه يضيع من إيدي وما بعرف شو بدي ساوي. بصراحة سارة خبرتني بشوية أمور. نيلقم بترجاكي خبري بنتك إنه ما تترك ابني، وإلا ما عاد أقدر رجع سليم. مو لهالدرجة إحسان، بلا مبالغة. ليش هنن قديش صار لهم بيعرفوا بعض؟ وبعدين أنا حكيت مع سارة. شو قالت؟ بيرين خانم؟ أمي؟ مرحبا. فيني فوت؟ فضلي. مع الأسف الجنين ما قدر يصمد. قلت لك إنه في خطر عليه بأول 3 شهور. أنا آسفة. مثل ما كانت سهلة تسرقي مصاري زوجك، بالنسبة إلي كتير سهل علي إرميكي برات هالبيت. خسرت ابني حبيبي بسبب الضغوطات اللي عيشوني فيها. أنتوا قتلتوا ابني. ما قدر أنه يتحمل. انتوا رح تندموا على هالشي، رح دفعكم الثمن غالي. تسلم إيديكي. شكراً إليك. صحتين وهنا. شفتي؟ نحن أجينا من دون ما نخبرك.
يعني الموضوع يلي اجينا من شانه هو كتير مهم، وبتمنى تتفهمي حساسية اللي عم يصير. طبعا أكيد. أساسا إحسان حكالي شوي قبل ما توصلي، وأنا عن جد متفهمة قلقك وحاسب خوفك، وطبعا معك حق، بس ما فيكن تحطوا كل المسؤولية على بنتي وأنا ما فيني اسمح بهالشي. نيلجون إحسان لا تقاطعني لو سمحت. سارة وسليم ضلوا يتقابلوا مع بعض مع إنه أنا كنت كتير معارضة هالشي، وبعرف منيح شو صار بالفترة الأخيرة. سارة حكت لي شوي، بس إذا جايين لحتى تخبروني إنه خلاص سليم بإيد بنتي سارة فبعتذر منكن، ما فيي اسمح بهالشي. أنا فهماني قصدك منيح وبعرف شو بدك تقولي، إيه بس رجاءً ست بيرين، قد ما كان ابنكن سليم غالي بالنسبة إلكن، بنتي أغلى بكتير، وبكرة بيوم من الأيام إذا سليم لا سمح الله أذى حاله، ما بقبل إنه بنتي تتحمل المسؤولية. يا ترى قصدي مفهوم؟ نيلجون صدقيني كل قصدنا بس إنه تتحسن حياة سليم، مو هيك أمي؟ أكيد. بعدين إذا سارة بدها تلتقي بسليم لا تمنعي هالشي، خليهم يشوفوا بعض، لأنه سارة كتير بتفيده لسليم. كل اللي بعيلتنا بيعرفوا هالشي منيح. شو القصة؟ لقيتي شي قطة عم تهتمي فيها وتطعميها؟ كيفك سليم؟ منيح، انت كيفك؟ تأقلمتي على وظيفتك؟ يعني عم اتأقلم عليها وعم بتعود مع الوقت. بصراحة أنا في عندي سؤال، ليلة مبارح بوراك شو كان عم يساوي ببيتك؟ يا ترى ممكن تجاوبني على سؤالي بالأول؟ طبعاً. عم تتجسس على بيتنا ولا شو؟ لا، مبارح مريت لعند بربر ولما ما لقيته مشيت باتجاه بيتك وشفته. يعني قصدك انك شفت بوراك. طيب مو بوراك استأجر غرفة عنا بالحارة؟ امي عزمته لعنا على العشاء وانا ما عرفت لوقت متأخر. فهمت. بتمنى ما تعصب من هالشي وتروح تكسر أو تضرب شي حدا. لا لا، ما رح أضرب حدا، لا تقلقي. بشوفك سليم. تعالي. شفت نيلجون كيف كانت عم تطلع فيني؟ كانت عدوانية بنظراتها. هالشغلات ما أنا مهمة أمي، انسي. اي طبعا، بالوقت يلي سليم ظروفه صعبة ما رح اهتم بحبيبتك السابقة،
وما رح حط تصرفها ببالي. يعني كل همي إنه سليم يكون منيح وما تحاول تزعجه. إذا نلقون زعجته ما رح أسكت. بالحقيقة في نقاط نلقون معها حق فيها، مثل إنه سارة تتحمل كل هالمسؤولية بس ليكون سليم منيح. أنا ما عم أقول هالشي ابني، كل همي إنه بهالوضع سليم ما يزعل وما يصير شي يضايقه. هذا الشي ما بيعني إنه لازم يكونوا مع بعض طول الوقت. أنت شو قصدك أمي؟ إذا بدك الحقيقة، لما أنا رحت لعن سارة قلت لها يا بنتي إذا أنت عن جد بتحبي لحفيدي سليم لا تتركي، بس إذا عندك خوف وأنتوا لساتكم بأول الطريق انفصلوا وتركيه. وقلت لها إذا ضليتوا هيك هالعلاقة رح تدمركم. عن جد هيك قلتي لها؟ إيه ابني. كأنك قسيت شوي على البنت، وبتمنى تكون سارة فهمت منيح شو قصدك من هذا الكلام. آه، ليش لحتى ما تفهمني؟ يعني يمكن تكون فكرت إنه أنت إجيتي لعندها لتجبريها تبعد عن حفيدك. لا، مو لهالدرجة، حاجتك بقى. رح ترجع على البيت مو هيك؟ إيه أمي، بس خلينا أول شي نوقع أوراق الطلاق مع أسينا. آه، معناتها إجا الوقت لتنفصل عن هديك المرة الرائعة. على خير ابني. أكيد مليتي مني ومن مشاكلي. الله يسامحك نيلقون، احترت وما عرفت شو بدي ساوي. لا تواخذيني وزعجتك بهالوقت. نحن رفقات وطبيعة تتصلي فيني بالأول، مو شغلة طبيعية تفتحي باب بيتك تلاقي إحسان والست بيرين. معك حق أنك تتوتري. طيب شو بدي أعمل هلأ؟ بعد ما خبروني عن وضع سليم وقالوا لي إنه بدنا سارة تتحمل كل المسؤولية، وقتها كتير تضايقت. معك حق، برأيي أنت معك حق بوجهة نظرك. الإنسان ما بيقدر يوجه حدا على الطريق الصحيح، لازم بالأول يكون عنده الإرادة لهالشي. مثل ياجيتو إليف مو هيك؟ حبيبتي نيلقون، أنا ما قصدي هيك شي. أنا بعرف شو قصدك. بدك الحقيقة إيديل، أنا قدرت بهاليومين أفهم الغلط الكبير اللي ارتكبته قبل سنين طويلة. أنا بترجاكي سامحيني. بتمنى تكون كل الإجراءات تمام والفريقين جهزوا كل الورق. وين بدي وقع؟ تفضلي هون. حبيبي إحسان، رح وقع على الوراق فوراً من غير ما أعرف شو مكتوب. محاميكي أرى الوراق. أنا بثق فيك إحسان. معناتها نحن بنطلب الإذن منكم. ألف مبروك للكل. شكراً إلك. لو سمحت استناني تحت، رح إجي لعندك من شان أحكي بالتفاصيل. ماشي يا خانو. مبروك إحسان بيك. شكراً إلك. بالنهاية صار يلي بدك إياه. أنت مبسوط؟ قصدك يلي أنت بدك إياه أسينا. بلحظة صرت غنية وعندك ثروة. لا، لسه بدي وقت ليصير عندي ثروة. أنا بظن إنه بفضلي صار عندك ثروة صغيرة. أنت اللي كان بدك الطلاق إحسان. بالأول أنت يلي عشقتني. 10 سنين متزوجين، أنا ركضت ورا حقي وبس. ما في داعي تعصب. ماشي، مثل ما بتحبي. مثل ما بحب. وأساساً أكيد أنت بتعرف منيح إنه معاملة الطلاق بالنسبة إلي وإلك مجرد شكليات، لأنه أنا وإنت في عنا رابط كتير قوي. مو صحيح يا بابا؟ Thank you.
بلا ما خلي بيرين خانم تستناني، عيب. مع السلامة إيديل. الله يسلمك، باي. ها؟ كيفك بيناز؟ منيحة إيديل خانم، أنت كيفك؟ أنا منيحة شكراً إليك. أنا كنت عند نيلقون. شو وضع الشغل؟ عم تاخد طلبيات؟ سألتها بس ما قالت لي شي. بدك الصراحة مو مثل ما كنا متوقعين، لأنه ما صار عندها كتير شغل وبتطول لتسلم الطلبية. لازم نلاقي حل تاني لأنه ما رح يمشي الحال تخيط وتفصل قطعتين ثلاثة. المفروض إنه هي تشتغل كميات كبيرة، خطر عبالي شي. مو أنت عندك مركز كبير وكتير عمال؟ خليها تخيط مرايلون. استني شوي رح لاقي حل، ما تاكلي هم. يلا بخاطرك، بعدين بشوفك. ماشي، مع السلامة، بشوفك. باي. خير إن شاء الله. هدول الاثنين شو كانوا عم يحكوا مع بعض؟ سليم، كيفك بيرجيك؟ أنا منيحة، أنت طمني عنك، صرت منيحة؟ عم تتوجع شي؟ لا أنا منيح، لا تاكلها. خليني أشوف جروحك. بعرف شو يلي ممكن يخليك تعاملني بهذا الجفا. صالحتوا مو هيك؟ صالحنا. يعني ما رح تستسلم مو هيك؟ بيرجيك لو سمحتي لا تتدخلي بحياتي. ماشي سليم، أنا أخذت الجواب، هالشي بكفيني. ولك نازلي، كيف تعملي هيك؟ معقولة يعني تخليني صير خادم عند هديك المرة الخبيثة اللي اسمها أسينة؟ بالنهاية عند مين ما كان الشغل، مو مهم هالشي بربر. انت بس حملت غرضين واخدت 250، وين الغلط؟ ولك انت ما بيهمك غير المصاري، عندك استعداد تبيعيني مشان المصاري؟ عم تكسر لي قلبي بهالكلام. انت طعنتيني بقلبي. لا تكوني مفكرتيني نسيت المصاري لما اخدتيهم من الشنطة. شو سويتي فيهم؟ هن بالبيت، انا خبيتهم. رح تجنني. شو جابهم الحكومة؟ وأنا شو بيعرفني يعني؟ مين بارباروس؟ ايه أنا، تفضل. طيب ومين نازلي؟ ليك هون أنا. في شكوى عليكم من أسينا كوتلساي بأنه هجمتوا عليها وسرقتوا مجوهراتها. خدوهم يلا على السيارة لشوف. أكيد في سوء تفاهم. ما هجمنا على حدا ولا سرقناه، والله ما سوينا أي شيء. أكيد في غلط بالموضوع. بتروح بتدور منيح بكل المكان. استغفر الله العظيم. أنت روح دور هنيك بلكي بتلاقي شيء. حاضر سيدي. وأخيراً إذا بتوقعي هون ست بيرين، منكون خلصنا كل إجراءات نقل ملكية فندق نيو بلاس. شو ست بيرين؟ لتكوني قررتي إنه تتراجعي؟ أنا متفهمة إنه الموضوع بيزعج، بس إذا بتفكري بهالطريقة ممكن يرتاح قلبك. الفندق مو إلي، أنت رح تعطيه لحفيدك اللي حاملته ببطني.
رح يجي هداك اليوم يلي بتدفعي فيه التمن على كل أعمالك الوسخة يا أسينة. وأنا بنصحك من هلأ لوقتها تنبسطي بأيامك، بس أهم نصيحة لا تنسي إنه أنت رح تتحاسبي على كل عمايلك. لا لا تعملي هيك، يعني معقولة ست مثلك تهدد مرة حامل وتحاول تخوفها؟ استعجل بالإجراءات، هلأ صار عندي شغل ولازم أنجح بإدارته. تفضلي.